طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم من جديد، ومثل ما شفنا بالفيديو التردد على نظام الأجدي هو 10727 التردد، واللي بدأ البث على نظام أجدي من بداية هذا الشهر 1/2، ونظام الأجدي راح يوقف اعتبارا من 28/2. فنرجو من متابعي القناة أنه ضبط أجهزتهم على نظام الأجدي. لماذا تستمر عمليات التهجير في العراق؟ لماذا لا تعيد السلطات الحكومية النازحين إلى مناطقهم التي أبعدوا عنها، منهم منذ سنوات عديدة، ومنهم منذ أشهر قريبة، ومنهم منذ أيام؟ نناقش هذه التساؤلات وأكثر حول استمرار عمليات التهجير وعدم إرجاع أهالي مناطق نزح عنها أهلها منذ سنوات في هذه الحلقة، ضمن حملة أطلقها عراقيون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان أنت النازح القادم، حيث أطلق ناشطون عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي هذا الوسم، وسم أنت النازح القادم، للتنديد بعمليات التهجير المستمرة في مناطق بعينها في العراق، وآخرها عمليات التهجير التي شهدتها قرى ناحية مكحول في محافظة صلاح الدين. وسم أنت النازح القادم هو للتعبير بأن السكوت عن عمليات التهجير لبعض سكان المناطق في العراق ربما تجعلك أنت النازح القادم لا سامح الله. طالب عراقيون وطالب ناشطون بوقف عمليات ترحيل السكان من قراهم ومناطقهم، وكذلك طالبوا بطي صفحة النزوح. هذه الحملة جاءت في الوقت الذي أثارت فيه موجة النزوح الجديدة التي شهدتها قرى ناحية مكحول ردود فعل مستنكرة لاستمرار سياسة الترحيل القسري، رغم مرور أكثر من 4 سنوات على انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش. يذكر بأن أكثر من 420 عائلة نزحت عن قراها في منطقة مكحول في محافظة صلاح الدين بأوامر من قوات الجيش بسبب ما سماه مسؤولون مخاطر أمنية. اضطر النازحون إلى افتراش العراء والعيش في الخيام بالقرب من مناطق الشرقاط ومناطق أخرى. طبعا ناشطون حقوقيون أكدوا بأن إجبار سكان ناحية مكحول بمحافظة صلاح الدين على النزوح وترك قراهم ليس مبررا، لأن تنظيم داعش لا يختبئ بالقرب من تلك القرى. ناشطون حقوقيون قالوا بأن العراق يشهد تهجيرا قسريا ممنهجا للسكان بواسطة الميليشيات في المناطق المستعادة من تنظيم داعش على شاكلة ما يجري حاليا في ناحية مكحول بمحافظة صلاح الدين. أضاف الناشطون بأن الميليشيات تهدف بهذه السياسة إلى الاستيلاء على المناطق وعلى القرى واتخاذها مقرات لها وممرات للتهريب بحجة الاضطرابات الأمنية، كما يحدث في مناطق أخرى من البلاد كناحية جرف الصخر ومناطق أخرى. ما يزيد على 400 عائلة من أهالي ناحية مكحول في محافظة صلاح الدين اليوم يواجهون مصير مجهول في الصحراء، هجرتهم قوات أمنية وميليشيات بهدف إجراء تغيير ديموغرافي، كما قال مراقبون وناشطون حقوقيون في المنطقة. دعونا نتابع هذا التقرير ونرجع لكم. هائمون في الصحراء لا حول لهم ولا قوة، هذا ما بات عليه حال ما يزيد عن 400 عائلة من أهالي قرى ناحية مكحول في محافظة صلاح الدين
بعد أن هجرتهم القوات الحكومية وميليشيا الحشد من مناطقهم. قرية أم الذيابة وقرية أم شياليلة وقرية أصباح البقارة وقرية أصباح البدو وقرية المعين وقرية أم شياليلة، وبلغتنا القوات الأمنية لنزوح هذه العوائل داخل خط الصد، وتهجرنا نحن وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا الكبار ومواشينا مصدر عيشتنا. جانا عمر لازم نشيل، يعني جانا تبلغ لازم أسبوع، خلال أسبوع ما نظل هناك وشيلنا، جينا عفنا مناطقنا وعفنا ديارنا وجينا شو نسوي؟ هاي احنا عيشتنا على الله وعليهن، غير شن سوي؟ جانا عمر ومشينا احنا واطفالنا وشيتنا تبهدلنا، ننتظر احد يعني مساعدات شويه بل شي منظمه تجي تشوفنا شلون حالتنا. مهجرو قرى ناحيه مكحول يواجهون اليوم ظروفا معيشيه غايه في السوء، فاقمها اهمال حكومي متعمد يعكس النهج الحكومي في تهجير الناس من مدنهم والاستيلاء عليها خدمه لمخططات نظام المحاصصه الطائفي في التغيير الديموغرافي. نزحنا من قريه مسياليلة، من 7 قرى نزحنا، نزحتنا القوات الامنيه، وهسه انا لا حول ولا قوه، حالنا دايح مفطس، ما حد يشتري، جهاتنا مفطسه، احنا بهالتراب، لا قطع قيعان عندنا، لا رواتب عندنا، لا كل شيء، يقول 4 أشهر نرجعكم، ما نرجعنا، ما يفعل يرجعونا، وهسه عمتنا عوائلنا متبهدله، احنا متبهدلين، مكانات كل 7 عوائل بخيمه. ونطالب الحكومه على رجعنا منطقتنا، يحررونا منطقتنا، نرجع نشوف، شوفوا لنا صوره حل. الأطفال بالليل ما تنام من البرد، لا خيم عندنا، لا فراش عندنا، لا مكان عندنا، لا أكل للأطفال عندنا، أي شيء ما عندنا. هاي القاع هاي مو لنا، هاي لهذا الوليد راح يرحلونا من عندها. وين راح نروح؟ هاي القاع شلون هاي التربة؟ هاي شلون حالتنا يا حكومة؟ بدوافع ليست حقيقية هجر أهالي قرى ناحية مكحول الذين يطالبون اليوم السلطات الحكومية بإعادتهم إلى مناطقهم، ويأملون أن لا يعيشوا مأساة مهجري جرف الصخر وقرى قضاء المقدادية في ديالى وغيرها من المناطق بهدف تغيير التركيبة السكانية. الهلال الأحمر العراقي من جهته في محافظة صلاح الدين بالتحديد قام بتوزيع المستلزمات الضرورية كما قال على مهجري قرى مكحول. طبعا يشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة في صلاح الدين أجبر السكان القرى على ترك منازلهم والسكن في الخيام في الصحراء بذريعة التهديدات الإرهابية والفراغات الأمنية. خلونا نشوف تصريح لأحد موظفي الهلال الأحمر العراقي في محافظة صلاح الدين. قامت جمعية الهلال الأحمر العراقي في فرع صلاح الدين بإجراء استبيان على العوائل النازحة من جزيرة مكحول بسبب العمليات العسكرية، وعدد القرى التي نزحت من جزيرة مكحول عددها 7 قرى. قامت جمعيتنا بالاستجابة الأولى لهذه العوائل، حيث تم إيصال الماء الصالح للشرب إلى عدد معظم العوائل النازحة في اللي ساكنين في أطراف ناحية مكحول. وباليوم الثاني قمنا بتجهيز العوائل ببطانيات وإكليمات الفرش الأرضية للعوائل، ومستمرين لحد الآن إحنا بالتوزيع المواد. نعم، معنا اتصال أبو عراق من الأنبار. أبو عراق، برأيك هل تهجير الناس بمناطقهم هو حل أمني مقنع كما تقول بعض المصادر الأمنية في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك يا أخي. احنا سريدنا يطلع مسؤول يفهمنا شنو هذا المقصود منها. مو المقصود يا أستاذ عمر، مو شغلة مبينة بشي، والله ما يرادها. هذا التهجير لصالحهم هم، لصالح الميليشيات ولصالح العصابات. ما كاف يا شعب، ما كاف يا شعب، اصحى بالله عليك. انت تهجره وتقول له 4 أشهر، على شنو هو؟ على شنو تهجره؟ لان انت اذا ما تقدر تمسك الارض، لا تسمي نفسك قوات امنيه ومجهزينك بسلاح. لا، اذا ما تقدر انت ما تعوفه عمي، عوفه عوف، اطلع بك. تجينا ناس عندنا غيركم انتو، ما عيب ما خزيها يا حكومة. تتهجر الناس وتقول لها 4 أشهر، وانت عاد
ما رجعت ابو جرف الصخر، ما رجعت اهل جياله. عمي كافي كافي عاد كافي مبنيينه. شنو ذنب هاي العوائل قاعده انت قاعده في الصحراء؟ بكم الله ما تخافون انتم، والله ما تخافون. يا شعب العراقي كافي كافي. ما ناشد احنا لا حكومه ولا ناشد ميليشيات، بس ناشد الشعب العراقي. نقول له يا شعب شوف، ترى هاي الدواره راح تدور على الكل يا استاذ عمر، هاي على الكل شغله مقصوده مبينه عم مبينه بالسيه لعبه. فكافي كافي. شنو ذنب هاي العالم استاذ عمر الله يخليك؟ والله جبنا لهم بطانيات، جبنا لهم وين؟ بالله عليك وهالاطفال وهالمرضى ملينا عمي، والله تعبنا، والله تعبنا ملينا. كافي كافي عاد كافي. أنا أشكرك أبو عراق من الأنبار، كان معنا عباس من كربلاء. عباس، يعني هذه عمليات التهجير اللي تصير بالعراق، يعني هل مقنعة أنه أنت تهجر مناطق كاملة عوائل بالمئات لأن أكو في التهديد أمني؟ وإذا عندك خطة أمنية المفروض أنه أنت توفر لهم يعني مخيمات، توفر لهم مستلزمات. يعني إذا كل منطقة بها كم إرهابي، تعال أنت شيلهم. هاي الشغلة طويلة. عباس تسمعني؟ نعم. أبو أحمد من الإعمارة، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعزك. أشكرك وأشكر قناتكم، قناة الشعب المظلوم. يا هلا بك أستاذ. هاي يمكن المرة الرابعة ناشد على مثل الحلقات القديمة، وكو ناس تريد تعرف إجراء العملية تكاليفها زقد. الله يشكر عليك بحق محمد وآل محمد. أنا ما وضحت بالموضوع ولا ما وضحت بهذه الحلقات. وكو ناس خيرة مثلك ومثل وجهك ومثل الناس الطيبة. نعم. العراقيين الأصلاء يبدون يعرفون إجراء العملية زقد تكاليفها. العملية تكاليفها 3.5 عدة. تشنج عضلي إبريزيا ما يقدر يوقف الطفل. طيب. نعم. عمليته مستشفى خاص ابني. نعم. وانا بحاجه الى مبلغ 3.5. كل من يسمعني بده يروح لكم، كل من يريد يساعدني. عمليته 3.5 مستشفى خاص الرجلي. فانا ما ابلغ ما ابلغ المبلغ هذا، ما عندي هذا المبلغ. فريدين الله كل من يسمعني المبلغ العمليه يصير 3.5 3.5 ملايين. المستشفى خاص الله وفيكم، التقارير تثبت لي والتقارير موجودة وكتاب موجودة ماله. كل من يريد يسمعني ويسمع صوتي يعرف مبلغ العملية. العملية 3.5 تكلف مال طفل ابني بالمستشفى أهلي خاص. كل من يعني يسوي فضل علي من العراقيين الشرفاء فزعة يفزع لي من أخوتي. وكل من يريد يسمع صوتي وكل من يريد يستفسر عن مبلغ العملية 3.5، طبعا مبلغ العملية 3.5 ملايين ويخلصونه من المشكلة ويخلصهم الله ومحمد ورسوله يخلصهم. إن شاء الله الصحة والسلامة وإن شاء الله الخيرين يسمعوك. من خلال منبر أستاذ. نعم. محمد، من خلال منبر الرافدين. ها. نعم. يعني أنتم جهودكم الناس طيبة تسمع من خلال برنامج صوتكم. أنا عملية 3.5 تكلف المستشفى أهلي وما عندي أملك، وأنا هسه ما أملك 50,000. الله وفيكم إن شاء الله الخير إن يسمعوك وما يقصرون وياك. أبو أحمد من العمارة كان معنا. عباس من كربلاء يعاود الاتصال بنا، تفضل عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. قوية هذه القوات الفاسدة المجرمة اللي هجمت الأبرياء في صباح مفعول اللي عائد إلى محافظة صلاح الدين بس هذه القوات مثلة مستقبرة هي ومجاتها المنحبية. ما هي لتعامل في هذا العنف وهذا التهجير لا قانوني ولا شرعي على حق الأبرياء التي هجروا من مناطقهم ومن منازلهم. وين الحكومة عن هذا؟ وين الحكومة؟ وين حكومة مصطفى الكاظمي عن هذا الأمر؟ الحكومة اللي تسمى حكومة هي عصابات نصفتها الدول المستثمرة الدول الفاسدة وعلى رأسها أمريكا بلد العصابات بلد المجرمين. هي اللي نصبت هذه الحكومات هذه العصابات وفاسها وأجهزتها القمعية
الامر الى ميليشيات ايران وعلى راسها ميليشيات الحشد الشعبي والله، وعن اخرهم المستكبرين المجرمين العرب هم اللي قاموا بتهجير هذه الابرياء في قضاء مصروفهم وغيرها من جرائم. شنو الهدف؟ شنو الهدف ابو؟ شنو الهدف برايك؟ شنو الهدف؟ الهدف هو تريد القضاء على كل ابناء هذه الطائفه بشكل طائفي انصري، فإلا ليس الطائفتين ما قد جذبته مئات العوائل في قضاء مكحول وهالقضيه عائده الى محافظه صلاح الدين. عباس من كربلاء كان معنا. طبعا مدير مدينة مكحول رسول جاسم قال بأن قيادة العمليات العسكرية بالمحافظة أبلغ السكان 5 قرى يبلغ عدد الأسر فيها ما بين 350 إلى 400 عائلة على حدود جبال مكحول بإخلائها بسبب كما قال المخاطر الأمنية لحين تطهير محيط مناطقهم من مسلحي داعش. أضاف جاسم في تصريحات بأن قوات الأمن أبلغ السكان القرى بأن مدة النزوح 4 أشهر لحين درء الخطر الأمني وتطهير أطراف القرى من البؤر الإرهابية، إلى جانب تسهيل مهام القوات الأمنية في عمليات العسكرية وتفادي سقوط مدنيين أو إصابتهم خلال العمليات بحسب قوله. يعني 4 أشهر ما أعرف إنه هل راح يضبطوها بال4 أشهر؟ ما أكو مناطق صار لها سنين من رجعت بإيد القوات الحكومية ولغاية الآن ما يقدرون أهلها الرجوع لها، مثل جرف الصخر، مثل يثرب، مثل مناطق أخرى في العراق. الناشط والحقوقي محمد العنبكي من جهته قال في تصريحات لصحيفة العربي الجديد بأن نزوح العوائل من قراها في مكحول ليس مبررا، لأن تنظيم داعش لا يختبئ بالقرب من هذه القرى، بل أنه يتخذ من بعض المخابئ في الجبال والهضاب مكانا له، واعتبر بأن سكان القرى 5 الذين نزحوا عنها هم أكثر المتضررين من مسلحي داعش، وكان من المفترض أن تتجه الحكومة إلى تعويضهم وحمايتهم لا أن تقوم بتهجيرهم. أكمل بأن العراق يشهد نزوحا ممنهجا للعراقيين في المناطق المحررة، وهي السياسة تعمل بها الفصائل المسلحة للاستيلاء على بعض المناطق والقرى بحسب قوله، واتخاذها مقرات لها وممرات للتهريب بحجة الاضطرابات الأمنية كما يحدث في مناطق أخرى من البلاد كمنطقة جرف الصخر. معنا اتصال كامل من بغداد، تفضل كامل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. ما جاي أسمع صوتي بالتلفزيون. تفضل أنت على الهواء مباشرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أنا عسكري مهني. نعم. شغلتي بالجيش، يعني خادم بالحرس الجمهوري قبل 2003، وأعرف الأوامر العسكرية كلها وأعرف الحدود. الحدود إذا ما تنسد بجيش نظامي يلزم الحدود مجرفة ومعول، يحفظ له موضع، يحفظ والسرية تتوزع على أقطاب، مثل كل تسرية لها هلقد أمتار، وتدخل الاستخبارات العسكرية على الحدود، الاستخبارات المدنية تشتغل داخل المدن. إذا هذا الجيش لازم بس الأبراج ولازم الهمرات ويفتر بها بالمناطق، لأن الحدود مفتوحة، من يلزمها؟ من يلزمها؟ من يلزمها الجيش؟ تلزمها الاستخبارات العسكرية، النواظر الليلية، الكاميرات، ماكو كل مراقبة على هذا الجيش، لا تدريب، لا سلاح زين، لا بس مجرد حتى عرضات ما يطلع، مجرد لازم على البرج يلزم واجب 5 ويرجع السرية مالته، وهاي الحدود مفتوحة، هو نفسه ما محامي نفسه، ما يعرف مين تجي الطلقة من المدنيين، يعني الإرهابي بنص المنطقة غير يطلع يلزم الحدود، قاعد لك على البرج المن، لأن يعني أنت متأخذ راتب، الراتب هذا مال الشعب حرام عليك تأكله، إذا تبجي راتب نص المرابط، المهجر بنص يتهجر ما يحصل إلا بعيش، المن قاعد، أنتم وزراء، شنو أنتم حظ بخت، هاي الناس تتهجر، طلعوا شو طلعوا تطلبوا مواليد خدمة إلزامية وقاعد يجيها، شنو هذا بيا سياق كامل بما أنه أنت كامل
بما أنه أنت عسكري سابق، هذا ممكن بيا سياق يوضع هذا تهجير مناطق كاملة بحجة أنه تنظيف هذه المنطقة أو محيط هذه المنطقة. ما يصير هذا التهجير اللي السبب الاستخبارات المدنية ماكو ضعيفة واستخبارات عسكرية ضعيفة كله من وراء الاستخبارات. أقول الاستخبارات وطلع الجيش يسد الحدود ما يطب إرهابي. بس إحنا من عندنا بيوت ونخاف لا يطبون أجرادي حتى نسدد البيبان نسوي مواقف فتحات حتى ما تطب الحيوانات في بيوتنا. هم ما يعرفون هالشكل لا تسد بيتنا حتى نحافظ على نفسنا إذا الحدود مالتنا مفتوحة طبعا تطب الإرهابية. نعم هذا الحكي وانا اشكرك. راني اشكرك كامل من بغداد كان معنا. طبعا يوم الاثنين الماضي انطلقت عمليات امنيه في جبال مكحول، ضمت العمليات قوات من شرطه صلاح الدين ومن افواج الطوارئ، كما توجهت القوات الحكوميه الى جبال قريه المسحق شمالي قضاء بيجي لملاحقه عناصر تنظيم داعش بحسب ما بينت. من جهته استنكر الميثاق الوطني العراقي وهو تكتل سياسي يضم عدة قوى وفعاليات عراقية، استنكر عملية تهجير الأهالي من قراهم واعتبر بأنها انتهاكات إنسانية من خلال عمليات التهجير القسري بدوافع طائفية. أضاف الميثاق الوطني العراقي بأن حملة تهجير واسعة لأهالي بلدة مكحول التابعة لمحافظة صلاح الدين طاولت منذ أسبوع ولغاية أمس ولغاية الأيام الماضية أكثر من 400 عائلة من قرية صبيحة البقار وصبيحة البدو وأم ذيابة وقرية بقة، وما زالت عملية التهجير مستمرة بحجة وجود فراغات أمنية وبأن القوات الحكومية غير قادرة على حمايتهم، معتبرا بأنها ذريعة كاذبة لا تنطلي على عاقل، كما اتهم بيان الميثاق الوطني العراقي عملية التهجير بأنها ضمن مخطط للتغيير الديموغرافي. طبعا تتواصل معاناة المئات من الأسر العراقية التي نزحت نهاية شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي من قرية نهر الإمام. يعني إحنا اليوم عندنا المكحول قرية نهر الإمام قبل أشهر لغاية الآن ما قدروا يرجعون. طبعا قرية نهر الإمام هي ضمن محافظة ديالة، ما قدروا يرجعون لغاية الآن، يعانون من رحلة نزوح من هي الأوسع من نوعها التي تشهدها البلاد منذ انتهاء القتال ضد تنظيم داعش واستعادة المدن العراقية من سيطرته مطلع العام 2017. نذكر بسرعة شنو اللي صار بقرية نهر الإمام. هجمات انتقامية نفذتها ميليشيات مسلحة طاولت القرية وقرى أخرى صغيرة مجاورة لها. أكثر من 540 عائلة من أهالي قرية نهر الإمام اليوم نازحين في خيام وفي خرائب وفي مساكن غير مكتملة تتوزع في بعقوبة وحمرين وخانقين والقاطون. آخرين منهم نزحوا إلى محافظات الأنبار والعاصمة بغداد، وسط تقارير تحذر من أوضاع إنسانية صعبة تحيط بتلك الأسر إذ ترفض ميليشيات مسلحة عودة الأهالي وتفرض سيطرتها على منازل القرية وبساتينها في ظل عجز حكومي عن فرض القانون والنظام في المنطقة. بحسب مرصد آفاد الحقوق في العراق فإن السكان من أهالي قريتي نهر الإمام والميثاق الأولى والثانية يعيشون أوضاعا سيئة، خاصة النساء والأطفال منهم، مع تسجيل حالتي وفاة حصلت أخيرا بينهم، أحدهما لسيدة توفيت خلال موجة البرد الأخيرة التي ضربت مناطق شمال وشرقي العراق داخل خيمة في منطقة حمرين ضمن محافظة إديالة. مرصد آفاد حمل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية الإخفاق في حمايتهم من هجمات الميليشيات المسلحة التي نفذت عمليات إعدام ميدانية داخل منازل الضحايا. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، يعني حملة أنت النازح القادم اليوم مكحول حوالي 400 عائلة، قبل كم شهر قرية نهر الإمام في محافظة ديالة، لغاية الآن ما رجعوا إلى مناطقهم، عمليات تهجير تجري بين الحين والآخر، مرة بحجة أنه أكو عناصر لداعش
بالقرب من هذه المناطق، مرة داعش يهجم على منطقة في ديالة، تتهجر منطقة أخرى. شو نفسر هذا الموضوع؟ وين الحكومة عن هذا الموضوع؟ هل هذا حل أمني، حل عسكري؟ عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور محمد. أهلا وسهلا بك. دكتور عمر. نعم. الله يبارك فيك تحتك. دكتور، هذا مو تخطيط ولا أسلوب، يعني عمل عسكري للأسف الشديد. يعني إحنا كل ما يصير اعتداء إرهابي منطقة من أي منطقة من المناطق، يعني شلون كل نهجرهم، هذا مو أسلوب، هذا مو تخطيط عسكري ولا يعني ممارسات عقلانية. هاي مثل هيك أمور، مثل هيك أساليب. أفعل الجهد الاستخباري بالتعاون مع أهل المنطقة وأي شخص مسيء أتم إلقاء القبض عليه، أما الكل يعني تتحمل جريمة شخص مسيء وتدفع ثمن، يعني الناس يعني ناس يعني ماشية بسياق سليم بنظام حياتي مستقر، أنت تتحمل كل هذا جريمة شخص مسيء، هذا مو أسلوب، لأنه هذا أنا أعتبره غياب الخطط العسكرية أو غياب الوعي العسكري. يعني للأسف الشديد هذا، يعني إحنا ما بصر أكبر شو هم نستمر داعش أو غير داعش والأعمال الإرهابية، يعني راح كل مناطق نشيلها، يعني هذا مو أسلوب. ويا ريت يا ريت يا ريت يعني أتمنى الحكومة نفس إلى أكو حكومة، يعني اتبعت آية واحدة أفعال داعش نفس أفعال العصابات والصراعات اللي بالجنوب، ولا شو فسرة يعني صراعات دموية وقتال، هذا مو نوع من الإرهاب، هذا نفس الشيء، هاي ما يصير فيها إرهاب، يصير فيها قتال، مثل ما أنت تهجر بهاي المناطق وبحجة داعش المناطق الأخرى إذا شال هذا الأسلوب، أنا أفضل طبعا الأسلوب التهجير القتلي، لكنه إذا أنتم يعني العالم مالتكم بس بالتهجير نفس الحالة بالمناطق الجنوبية، المناطق اللي يصير فيها اقتتال والصراعات، عشر المناطق اللي تسوي النزاعات العشائرية حتى تتم الأمن، أما منطقة يصير شخص مسيء شخص مدفوع يصير للمنطقة والمنطقة كلها تتهجر، لا هذا مو أسلوب. هذا إلى متى تبقى الحكومة؟ إلى متى تبقى هذه الممارسات الخاطئة؟ هذا غلط، هذا بالسياقات العسكرية عيب عيب، أكو خطط عسكرية المفروض تتصرف بها الحكومة، بس مع كل الأسباب دكتور عمر هذا شعب العصابات، هذا مو أسلوب حكومة، إحنا جاي تقودنا عصابات، وهذا كل الأساليب اللي جاي تصير هي ممارسات مع العصابات. ولا الجيش ما معروفه الخطط مالته، معروفه السياسه مالته، معروفه اي اعتداء يكون تفعيل من قبل الجيش الاستخباري بالتعاون مع ابناء المنطقه، هذا غايب، هذا ما موجود للاسف الشديد، يعني هذا اللي جاي ندفع ثمنه. وتحياتي لك دكتور. شكرا عبد الرزاق من باب الكانه معنا كذلك من باب الفليحه. تفضلي يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. عندي مناشدة لوزارة التربية. تفضلي. اي والله، ابن بنية معدلها 78. نعم. اي اذا بتحسين المعدل ترجع يعني يبي تحسين المعدل، والله مرتي انا بتنسحب، يعني مثل الوحدة عندنا. وش طلع لها قبول؟ سونار مثل تدريس سرعان. هي ما انقبلت معها الطبي؟ اي. وش تريد هي؟ ما تريد هاي يعني. شو تريد لعد؟ يعني تدريس طب عام طب عام؟ تريد تعيد السنة.
ويريد تعيد سنة أترجاه وزير التربية يطيب تحسين ما عدل زين 78 ما يقبلها طبعا أختي لا هو تريد تعيد السنة ها تعيد السنة إيه تحسين ما عدل أترجاه نعم مصطفى الكاظم أترجاه إن شاء الله الله يوفقها ويفتح عليها يا رب أنا أشكرك أختي كانت معنا من بابل مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم نحن نبعد عن خط الصد خارج يعني بال 15 كيلو متر وتحوي من القرى قرية أم الذيابة وقرية أم سياليلة وقرية أصباح البقارة وقرية أصباح البدو وقرية المعين وقرية أم سياليلة وبلغتنا القوات الأمنية لنزوح هذه العوائل الطب داخل خط الصد تهجرنا نحن وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا الكبار ومواشينا مصدر عيشتنا ولا نملك مخيمات ولا نملك صوبات تدفئة الأطفال ولا نملك سرائر ولا نملك طلعنا طرقية من قرانا ما يحدث الآن هو استنساخ لتجارب جرف الصخر وقرى الإمام وعزيز بلد وما ذلك من المناطق التي جرى تهجيرها ولم يعود أهلها لأن الحكومة صمتها ليس صمتاً إنما مشاركة فعلية في عملية تهجير قرى مكحول والله احنا نزحنا من قرية مسيالينا من 7 قرى نزحتنا القوات الأمنية وهسه أنا لا حول ولا قوة حالي أن دايح مفطس ما حد يشتري جهانا مفطسة هسه عمتنا عوائلنا متبهدلة احنا متبهدلين مكانات كل 7 عوائل بخيمة وبالليل الجهال موتها البري هذا الطفل والله عنده نقص بالدم ونايم بالخيمة هاي لايلون حتى ما لحقنا حتى نخيط قوان يعني ونحط جهالنا بيه هي هاي سكنتنا تبلغنا وعفنا بيوتنا ومكاناتنا وفلاحتنا وتهجرنا وطلعنا ماذا تفعل هالقوات الأمنية وظيفتها التهجير أو إبلاغ الناس بإخراجهم من منازلهم حقيقة يعني إذا لم يكونوا هم قادرين على حماية هذه المناطق فليسمحوا بالتطوع من قبل أهالي وقرى هذه المناطق وهم يحمون أنفسهم اهلا بكم من جديد معنا اتصال ابو عمر من الانبار تفضل ابو عمر شنو رايك بالموضوع اللي صار في قرى مكحول وتهجير حوالي 400 عائله من تلك القرى بحجه انه وجود خطر واجراء امني الحديث يقول لك انه 4 اشهر وعليكم السلام ورحمه الله والله هي خطه شلون يقول متعمده شلون خطه اللي على جرف الصخر ايه فهي راح تمشي كلها يصير مثل جرف الصخر المناطق الصينيه كلها زين هل هذا السياق عسكري مقنع انه اخراج اهالي مناطق لا 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 والله والله لحمايه هذه المنطقه زين اذا طلعوا هو من عندها ايش بقى بيها غير هو اذا كان جيش او شرطه يحامون المناطق ما يحامون من اجل سكانها ما يحامون منطقه الشرطه ولا جيش يحامون منطقه لان قارب على امرهم من الميليشيات نعم ف
فهي راح تصير كلها شلون جرف الصخر، كلها تهجير، المناطق الفنية كلها تهجير. نعم. فاحنا ما عندنا حكومة. عندنا سياسيين متكابين على المناصب وعلى الأطماع، وكل من يقول أنا الأكثر أنا الأحسن. ايه. يعني عندنا ليش المرة طلع هذا شو اسمه على جرف الصخر قال رجعتها. ايه رأسا الحلبوسي راح للموصل. راح قنعهم هم بغير حشايه، قالوا ما راح اسوي لكم وعملكم واعطيكم مخاسير اللي خسرتوها بداعش، وهذاك يا راح قال رجع جرف الصخر. وشون يقول مشاحنين كانوا بيناتهم قبل ما اتفقوا، مشاحنين على المناصب، مشاحنين على امور الدنيا، وواقع بها الناس الابرياء اللي هذول 450 بيت تهجروا من الصحراء بهالبرد هذا. الله يقبلها يقبلها. هاي هي عباده جماعيه على المناطق الصينيه كلها، وشكوا منطقه صينيه هي راح يصير مصيرها مصير جرف الصخر. أنا أشكرك أبو عمر من الأنبار كان معنا. خلونا نتابع بعض التغريدات تحت وسم أنت النازح القادم. يقول عمر الجنابي، يقول الاستهتار والاستهانة بكرامة وحياة ومستقبل العائلات العراقية صار من بديهيات التعامل مع سكان مناطق كثيرة في العراق. يقول منذ 2003 وحتى يومنا هذا لم تتوقف إجراءات التهجير والنزوح داخل وخارج البلاد، ولم يبقى أي أمان أو مستقر للعائلة، وأكثر ما يقلقني هو تسليم المجتمع لذلك. وئام تقول النزوح الداخلي مستمر في العراق بسبب الميليشيات والثأر العشائري، سكوتك عن أهم قضية شعبية وإنسانية سيجعلك أنت النازح القادم. سالي بجوري تقول عملية تهجير العوائل ما زالت مستمرة بحجة وجود فراغات أمنية، والقوات الحكومية غير قادرة على حمايتهم، ذريعة كاذبة لا تنطلي على عاقل، لأن هذا التهجير له دوافع مقيتة لتنفيذ مخطط التغيير الديمغرافي وإحياء الطائفية بين صفوف الشعب. بالعودة إلى الحديث على قرية نهر الإماء في محافظة ديالى، تحدث مسؤول في جهاز الشرطة المحلية بمحافظة ديالى لصحيفة العربية الجديد، وقال بأن محاولات إعادة سكان القرية باءت بالفشل بسبب تهديدات لجماعات مسلحة وعدم ضمان الجيش والشرطة أمنهم، وأضاف بأن فصيلا مسلحا يحمل أهالي القرية مسؤولية هجوم إرهابي على قرية الرشاد المجاورة لقرية نهر الإمام، رغم أن التحقيقات الأمنية التي أشرف عليها جهاز الأمن الوطني والاستخبارات أكدت بأن المهاجمين لا علاقة لهم بأهالي القرية، وأنهم لم ينطلقوا في تنفيذ الهجوم من هذه القرية، خاصة وأن قوات الأمن قتلت الخلية الإرهابية المتورطة في أغلب هجمات مناطق شمال شرقي ديالى، وتم الكشف عن هوياتهم، واعتبر بأن دوافع استيلاء وتغيير ديموغرافي تقف وراء عمليات التهجير التي تنفذها فصائل مسلحة بحجج مختلفة، وحول الميليشيا التي تقف خلف منع أهالي القرية أي قرية نهر الإمام في ديالى من العودة إلى منازلهم. أوضح المسؤول الأمني بأنهم ينتمون إلى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، لكنه أكد بأن الميليشيا نجحت في منح الموضوع طابعا قبليا وعشائريا ككثير من الملفات الأخرى الأمنية في محافظة ديالى. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر حياة ودوم، أهلا وسهلا بك. عراقيون أطلقوا وسم، حياك الله، وسم أنت النازح القادم، يعني شيء غير معقول بأنه إجراء عملية أمنية يتم إجلاء سكان قرى كاملة من مناطقهم بحجة أن هناك تهديد أمني، وبأن هناك حوالي 4 أشهر تستغرق هذه العملية. يعني شنو أربعة أشهر راح يزرعوهم ويطقون مرة ثانية حتى يحصدوهم لو شلون؟ أستاذ
العمر بالنسبة اللي يصير عندنا بالعراق من 2003 لحد الآن، يعني هاي القوات ما يقال عنها قوات الأمنية أو الحشد الشعبي الطائفي اللي هم دمروا العراق، يعني ما ممكن 18 سنة وهاي القوات والحشد اللي قاعدين بس اللي مناطقنا السنية سواء كان بديالة أو صلاح الدين أو بالأنبار، هذه عمليات حرب ضد أبنائنا أهلنا وناسنا، إذا كان بالجنوب وإذا كان المقصود يعني في عمليات صلاح الدين اللي هسه تهجرت 400 عائلة، هذه حرب ضد أبناء عامة السنة، يعني هذه مقصودة من قيادات وميليشيات إيرانية على رأسهم هادي العامري والخزعلي وكل هذه المنفذ بإشرافهم بأوامر من القيادات والمراجع اللي هي تقوم بتهجير أبنائنا. قصدي عمليات مقصودة، المناطق الموجودة اللي بيها داعش هي ما فيها كلها ناس مسالمين وناس مدنيين وناس يعني العيشة مدبرها، فكيف يوجد داعش في وسط هذه المناطق الناس اللي قاعدة متأمنة تحت يعني حماية هاي القوات الأمنية، فكيف تهجرهم وناس إنه ما بيها داعش؟ هذه مقصودة. من قبلها أيضا جمع ناس وزير الدفاع يهجر 50 عائلة من منطقة الصينية بصلاح الدين، فهذه تشرفها القوات الأمنية بشرافها، مو جديدة على الشعب العراقي أو على مناطقنا في ديالة اللي تهجرت أو مناطقنا في الحلة ناسنا وأهلنا. هذه يعني قبل هم اكو تهجير طائفي صافي، هاي يعني مقصوده، هذه يعني عمليات ارهابيه هي الدوله نفسها قاعده تحسس مناطقنا وناسنا واهلنا، هاي امور مقصوده، فيجب ان محاسبه هاي الحكومه ومحاسبه هاي الاحزاب اللي قاعده تهجرهم. اذا كان موجودين داعش ليش انت ما تخلي مناطق امنه؟ ليش ما تخلي لهم توفر لهم الخدمات؟ ليش قاعد هاي الاهانه اللي بالعراء وبالصحراء وعلى التراب اللي قاعد؟ شنو ذنب العوائل؟ شنو ذنب الاطفال؟ انت لو الك حب ولاء لهاي الناس لكان تخدمهم، لكان توفر لهم خدمات، لكان توفر لهم قاعيه ارضيه يعني يليق بمقامهم يليق بمكانتهم. هذول ناس عراقيين، هذول ناس ما لهم اي بلد، لا داعش، بس هي مقصوده ذل ابنائنا السنه وتهجيرهم من مناطقهم. لان قبلها هواي امور اللي بيصير عندنا بالعراق خاصه مناطقنا بعنبار او صلاح الدين او كل المحافظات هي أو مقصوده من قيادات وميليشيات هذه الاحزاب ذل ابناء السنه وتذليلهم وضعهم. فمهما كانت هذه الاحزاب وهاي القوات اللي قاعده تاثر ما يبقون على المرفوعين وما يخافون لا من الحشد الشعبي ولا القوات الامنيه، ومهما كان ردهم وتهجيرهم وذلتهم نبقى صامدين وجه هاي القوات الامنيه وجه هاي الحشد الشعبي اللي قدروا ان يذلونا. فاحنا ما نبدل من هاي القوات الامنيه وما نبدل من عندهم نهائيا، يعني ايش ما رادوا يوصلون بينا. فاهلنا وناسنا بالجنوب كلهم ما راضين على اللي قاعد يصير، هاي عمليات كلها تاثيرها نعم على الشعب العراقي. لازم الشعب العراقي استاذ عمر ان ينظر الى اهداء وناسنا في صلاح الدين وان يقوم ثوره ضد هذه الفاسدين اللي يخلصهم، وان شاء الله بالعاجل ان شاء الله سوف نخلص من هذه الاحزاب وهاي الحكومه الطائفيه، هاي كلها اعمال ارهابيه. نعم أبو عمر، أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. طبعا المسؤول في جهاز الشرطة المحلية اللي كنا نتحدث عن تصريحاته واللي صرحها إلى صحيفة العربي الجديد كشف كذلك بأن عدة محاولات ووساطات لإعادة أهالي قرية نهر الإمام إلى منازلهم تصطدم بحقيقة أن قوات الجيش لن تكون قادرة على ضمان أمنهم من أي هجمات جديدة. اليوم السبت قالت وزارة الهجرة في العراق بأن البلاد بحاجة إلى ما وصفته بالميثاق العشائري والاتفاق السياسي من أجل إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم. وأوضح وكيل الوزارة كريم النوري في تعليق له على استمرار أزمة النزوح في البلاد بأن إعادة الأسر النازحة مرهونة بتوفير الأمن في مناطق سكن النازحين الأصلية، وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية قاد وجهاء القرية وأعيانهم
عدة محاولات في بغداد لتأمين عودة السكان إلى القرية التابعة لمدينة المقدادية ضمن محافظة ديالى شرق بغداد، شملت سياسيين وزعامات ميليشيات ومسؤولين في الحكومة، لكن بحسب مصادر مقربة فإن تلك الجهود لم تنجح في تحريك قضيتهم حتى الآن. إذا هو قضية أمنية يقول لك على سبيل المثال موضوع مكحول يهجرون أهالي المنطقة كاملة حتى على أساس يحاربون الإرهاب في تلك المنطقة. سيف صلاح تحت وسم أنت النازح القادم يقول في ظل هذا النظام السياسي المتهالك وهذه التقلبات الأمنية لن تسلم جهة ولا فئة ولا قومية في العراق من التهجير بطريقة أو أخرى. يقول سكوتك اليوم يعني أنت النازح القادم. شهد علي تقول ما دامت هذه السلطة موجودة فلا يوجد لك مأمن إن كنت في أقصى الشمال أو أقصى الجنوب. نعم. صهيب الزبيدي يقول قد ترى النازحين والمهجرين ولا يتحرك لك ساكن، قد تذرف الدموع مرة أو مرتين عليهم، قد تساعد بشيء ليقيهم من البرد، لكن هل أنت مستعد لأن تصبح النازح القادم؟ وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.